اللهم امين. ما رايكم في من يرى ان حجاب المراه المسلمه وتسترها يكون سببا في الشوق الى رؤيتها، وانها اذا كشفت وجهها وذراعيها يكون سببا في عدم الشوق الى التطلع او النظر اليها؟ هذا من دسائس اعداء الله، وهذا من مكائد الشيطان. يقول لهم اعداء الله ويقول لهم الفجره من الناس لو تكشفت، لو انها كشفت وجهها وذراعيها صار ما عندها قيمه ولا اهميه ولا انظر الناس اليها، وإذا تحجبت فتن الناس بها. هذا من مكائد الشيطان. بعد قد يقولون لها لو أنها مشت عارية لكان أسلم. هذا النتيجة نسأل الله. الحاصل أن هذا من مكائد الشيطان ومن مكائد أعداء الله. فالله جعل الحجاب ما المانع للشر. قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هكذا يقول ربنا عز وجل، يقول إن الحجاب أطهر لقلوبنا وقلوب النساء جميعا. فدل ذلك على أن عدم الحجاب أحبث القلوب، ليس أطهر للقلوب، وأنه ينجسها ويفضي بها الفساد.